مساكم الله بالخير. مثل ما تشوفون احنا اليوم متواجدين في كتارة، وما شاء الله الأجواء خيالية ورمضانية، وخلنا نشوف من راح يجاوب على سؤالنا اليوم. وسؤال حلقتنا اليوم يقول: صافي كالماء مولود في النار وإذا عاد إليها مات. فكر معنا. مولود في النار لغز يعني أيوة، مولود في النار وإذا عاد إليها مات. أيوة، صافي صافي كالماء مولود في النار وإذا عاد إليها مات. إذا عاد إليها مات. الفحم، الحديد، جليد، الحديد ولا إيه؟ بترول أكيد. شرار، خلنا نروح نفاجئهم بالأسئلة. السلام عليكم، جايكم بسؤال بسيط. مرحبا، ايش حالك؟ مساك الله بالنور. والله طاعتك، هلا، مساك الله بالخير جميعا. سؤالك يقول: صافي كالماء مولود في النار واذا عاد اليها مات. صافي كالماء مولود في النار واذا عاد اليها مات. غاز او البترول تقريبا؟ ها؟ لا، الزجاج. معقوله؟ انت ايش رايك؟ لا، زجاج 100%. صح، توني تذكرت، لان قبل 20 سنه قايل لي مدرس. الف مبروك، ربحت معنا جوائز قيمه. الله يسلمك، ربحت معنا ساعه من الجبل بالساعات وعطر من الجزيره للعطر. الله الله، صبقوله صبقوله. يسلمك. ايضا ربحت معنا قسيمه من رجنسي للسفريات، وقسيمه من محل امبريشن، حلو، وقسيمه من النادي الرياضي في التسفرست، وقسيمه من نويو ميديكال سبا. وعطني قسيمه ارض مره واحده خلصهم. والله انت قسم انا ولدي. مبروك، الف الف مبروك. كثر الله خيركم. الله يسلمك يا حبيبي. فكروا معنا. حياكم الله في مسرحيه بشويش. متى؟ ايام العيد. وين؟ كتارة. مسرح الدراما، احلى برنامج. اسمه فكروا معنا. السؤال يقول: أخف من الريش لكنك ما تقدر تمسكه أكثر من دقيقتين. فكر معانا. خلاص تعبت. يقول لك السؤال: أخف من الريش ولكنك لا تستطيع أن تمسكه لمدة دقيقتين. الثلج. الثلج. أخف من الريش وما بقدر أمسكه دقيقتين. خليل، ايش حالك؟ الله يسلمك حبيبي، شرفتونا اليوم في بروفاتنا بشويش، وان شاء الله تشرفونا في العيد باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. سؤالك يقول: خفيف اخف من الريش لكنك ما تقدر تمسكه اكثر من دقيقتين. والله تركزنا في البروف الناس. خفيف، هو خفيف، انا الاجابه جسوم. انا اقول ايش رايك؟ خبز رقاق هذه جنة. مو باليمر. اخف من الريش الماي النفاخة. سؤال حق الكل. السؤال يقول: خفيف كالريش بس ما تقدر تمسكه أكثر من دقيقتين. خيارات خيارات خيارات. ما في خيارات. لحظة لحظة، في جواب عجبني يعني. من قال النفس؟ منو؟ من قال هي؟ من قال النفس؟ وخفيف؟ يا كرخ. وألف مبروك، ربحتي معنا جوائز قيمة، ساعة من الجافر للساعات، وأيضا ربحتي معنا عطر من الجزيرة العطر، وربحتي معنا قسيمة من النادي الرياضي فتنس فيرست، وقسيمة من محل امبريشن، وقسيمة من نيو ميديكال سبا، وقسيمة من فندق موفنبيك. ألف مبروك، تستاهلين. ضعيف لدرجة أن الهواء يحركه، وقوي لدرجة أن السكين ما تقصه. فكر معانا. ضعيف أن النسيم يحركه، أن حتى النسيم يحركه، وقوي بس السكين ما تقطعه، فما هو؟ خفيف الريح يحركه، وقوي السكين ما يقطعه. بالضبط. والله
ايه درجة ان الهواء تحركه. ايوه وقوي نفس الوقت درجة ان الستي ما تقصه. صح قلت السؤال صح. حبي الإجابة. الحصى. يقول لك ضعيف لدرجة ان الهواء يحركه. ايه وقوي لدرجة ان الستي ما تقصه. ما والنسيم يحركة والسكين ما يقدر يقطع. قرطاس. لا لا الريشة. لا الغيم. الغيم ايه. لا الماي. شلون يعني اشرح لي؟ يعني المهبي يحرك الماي كل نهار زين بس انت تحط السكين ما يقصر. الف مبروك جواب صحيح. ربحت معنا هدايا قيمة، ربحت معنا ساعة من الجابر للساعات، وايضا ربحت معنا عطر من الجزيرة للعطور، ربحت معنا قسيمة من نويو ميديكال سبا، وقسيمة من النادي الرياضي فتنس فيرست، وقسيمة من محل امبريشن. ألف مبروك تستاهل. صفقول يا رضا. والله يستاهل. مبروك تستاهل. فكر معنا. دراجة كهربائية تمشي بسرعة 40 كيلومتر في الساعة، إذا خليتها شغالة لمدة ساعة متى بيخلص البترول؟ فكر معنا. دراجة نارية تمشي بسرعة 40 كيلومتر في الساعة لمدة ساعة، كم تاخذ من الوقت لين ما يخلص البترول؟ 40 شنو؟ 40 دقيقة؟ تمشي ساعة واحدة. تمشي 40 في الساعة. ساعة فبتاخذ قد ايه؟ ساعة واحدة. ساعة واحدة؟ 40 كيلومتر في الساعة؟ ايوه لمدة ساعة. متى يخلص البترول؟ يعني كم ساعة تخلص؟ ايه ساعة ساعتين. هي بتجري بس لمدة ساعة يعني. ساعة ونص. ساعة ونص. انت قلت ساعتين ولا ثلاث؟ أربع. أربع؟ حسب الكمية الموجودة في السيارة. بس هو ما أعطونا حجم البترول عشان نجاوب عليه. لا بيخلص بعد الساعة. ما أدري ساعتين يمكن ثلاث ساعات. وانت رأيك؟ ثلاث ساعات. مش أقل من ساعة. أربع ساعات. أربع ساعات. تبي خلص البترول؟ ما أدري. 10 كيلومتر في الساعة. خمس ساعات. ساعة. دراجة كهربائية تمشي بسرعة 40 كيلومتر في الساعة لمدة ساعة متى بيخلص البترول؟ ما بيخلص البترول مش أنا كهربائية. صدق؟ أنا قلت كهربائية؟ نعم. يعني صدني. صدني يمكن ما بعرف. بس لو إنها بترول غير، لو انها هسه كهربائيه انت قلت. أيوة. كهربائيه ما بيخلص البترول. لو بترول بتعتمد على حجم التانك تبعها. يعني حكر لي سكر علي الاتجاهات. الف مبروك ربحت معنا جوائز قيمه تستاهل. الف مبروك ربحت معنا ساعه من الجابر للساعات. الله يبارك فيك. وايضا ربحت معنا عطر من الجزيره للعطور. بارك الله فيك. الله يسلمك. وما خلصت، ربحت معنا ما شاء الله قسيمه من محل امبريشن، وقسيمه من النادي الرياضي فتنس فيرست، وقسيمه من نويو ميديكال سبا. الف مبروك تستاهلون. بارك فيك. ورمضان كريم. مبروك عليكم الشهر. فكر معانا. البلد اللي لو قريتها من اليسار لليمين ما تعطيك نفس الاسم. ليبيا. شلون ليبيا؟ لانك لو تعكسها نفس الشيء. بس لو كانت بالانجليزي ما بتعطيك نفس الاسم يعني. صادق. متاكد ليبيا؟ اي. في غيرها ولا؟ تبي بالعربي ولا بالانجليزي؟ ابي بالعربي. بالعربي ليبيا. الف مبروك جوابك صحيح. ليبيا تنقرها من الصوبين، من اليسار لليمين ومن اليمين لليسار. بس اذا عكست حروف لا. لأن ليبيا بتصير ألف آخر شيء، بس تنقرأ من الصوبين. ألف مبروك، ربحت معانا ساعة قيمة من الجابر للساعات، وأيضاً ربحت معانا عطر من الجزيرة للعطور، وربحت معانا قسيمة من النادي الرياضي فتنس فيرست،
وقسيمة من محل امبريشن وقسيمة من نويو ميديكال سبا. ألف مبروك، تستاهل، جابتك صحيحة ومبروك عليك الشهر. فكر معنا. وصلنا حق نهاية حلقة اليوم، ومثل ما شفتوا كانت أجواء ممتعة في أحياء كتارة، وفي ناس شاركوا معنا وفي ناس جاوبوا وناس حظا أوفر. سؤالنا الأخير يقول كم ليت موجود في هالمكان؟ تابعوني كل يوم في مجمع جديد مع أسئلة جديدة وهدايا ما تخلص، وفكر معنا.